ما هي خطبة الحاجة؟ جاء في المسند والسنن: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ويقرأ الآيات الثلاث، ما هي؟ التي في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآية التي في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، الآية. والآية التي في أواخر سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، الآية. قال الألباني رحمه الله في تمام المنة: وأحياناً يدع قراءة هذه الآيات. وأما ما جاء من زيادة نستهديه ونستنصر به فهي عند الشافعي في الأم، لكنها منكرة لوجود إبراهيم بن محمد الأسلمي، وقد كذبه الأئمة.